يا هلا يا هلا ومية هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا حيهم يلا حيهم. يلا حيهم يلا حيهم. سلامي على شيخ خذ الطيب عرضه وطول، وانا اللي مواقف النشامى يشوق النهل، وان ربطونها هالهاتبها تصير بحول، واشوف انقرض الحش واثر السبب منه كرم كفك المسرف على جهل. من يهدوها الرب.
نرحب بكم فردا فردا. أهالي مرقاب القبيلة حواتم الهيلة بالغربية يرحبون بكم ويقولون أهلا وسهلا بكم والجميع على شرف الشيخ صقر بن مسفر بن صين وربعه وجميع من حضر. نقول لهم أهلا وسهلا بكم والجميع. سيدنا الخير جميع، نرحب بكم كما رحبوا على المرقاب الله يبيض وجيههم. يا سبحتي مالك ملام علي، كملت في واجبك والناس يدرون. يا سبحتي مالك علي ملامك، كملت في واجبك والناس يدرون. اللوم للي ما يعصب العمامة واللي لجت المواقف يغيبون. ما تجتمع فالرجل طيب ورخامه، اعزل بياض اللون عن باهته اللون، ومن ينكسر عظمه الحشمة مقام الشجيع وعصامي وصامل ودندون. ماني براحي ضحكتنا وابتسامه انكشر ميقاف الإناب وسلون. ماني براحي ضحكتنا وابتسامه انكشر الميقاف الإناب وسلون. سكت الجمل ماني مهمل اخطامه في جنبه المطرق وغاربه حاجون، حتى عسفته مثل راعه ان عامه ابن عباد اللي مراصيتها الكون والصاحب الوافي. احزامي احزامه والايمون والديبه علي يمونون، والصاحب الوافي احزامي احزامه ايمون والديبه علي يمونون. وفي قمه المرقاب تلقى الكرامه ولا دايم من كرمهم يحيون. في قمه المرقاب تلقى الكرامه ولا دايم من كرمهم يحيون. المجد خذنا منه ذروة سلامة وعزومنا تعمر لها ديار، وحصون رجل بلا عزوة يشوف الندامة، ورجل بلا عزوة يشوف الندامة يصبر على الإجحاف والغرب. يا ليتنا تجمع رجال الزعامة من كل بد، وليت تجمع رجال الزعامة من كل بد، وعد للحفل يلفون. يا مرحبا عداد وابلع الغمامة، وعداد وعد الحجيج اللي مكة يلبون على شرف شيخ الوفاء والجهامة، على شرف شيخ الوفاء والجهامة. فعله يسر عيون ويكحل عيون شيخ الوليد اشداد، خلى المسامة باسمك ابن صين اعتيبه يمارون. شيخ الوليد اشداد خلى المسامة باسمك ابن صين اعتيبه يمارون، والمحترم يفرض علينا احترامه، والعز في الاسلام والنصر مضمون. سلام عليكم. من جدل المثايل مثايل، شبيت نار الشعر بين اصفر الليل، ومدحت رجل الرجال الاوايل. سعد يا عدو ازحول الرياجيل، حر على الجزلات قاسي بلايل. تعجز حروف الشعر موجز وتفصيل، ما يلحق عبروب والشك زايل. تلقى الشحم والعود والبن والهيل، يا صاحب المعروف مثلك قلايل. اقولها قد مرجال المشاكيل، دعوتك وصلت يا عريب السلايل. اني عشق درب المطاليق بالحيل، وشلون ما جيلك يا راعى الجمايل. وانت كفو من الرجال الحلاحيل، لو كان يم جبال سلمى وحايل. لازم ابن عديس لا يمكن احيل، والنعم ما يوفي عياله الحمايل. اهل الوفلي والمعالي دوانيل، هذه عوايدكم ولاني بقايل. اهل المكارم والنجر والمعاميل، وارجع الشيخ وارجع الشيخ الطيب جزل الخصايل.
راعي شداد الصدق ما فيه تضليل، شيخ الشيوخ اللي عدا الكل مايل، اللي يكمل فالمواجيب تكميل، يركي متونه للثقيلات شايل، يركي متونه للثقيلات شايل، المتن باري دور ربعه على الشيء، صدر زبون الكايدات الثقايل، يستخدمونه تساهيل، بالمعرفة يطفي لهيب الفتايل، ويحل صعب معقدات المحابيل، مجمل الربعة عليها دلائل، ما قلت غير الصدق ما فيه تاويل، مدات كفه مثل غيث المخايل، اللي خياله عقب الخير والسيل، المدح لايق فيه والراس طايل، عساه يسلم من جميع العراقيل، ولجات حزة العلوم الصمايل، يارد مواليد السيوف المصاقيل، من عزوة عتيبة عما كل عايل، من عزوة عتيبة عما كل عايل، لطامت العايل ودباحت الحيلة، للمعارك فوق قبة الأصايل، ورماحهم تصبع كم الجدي وسهيل، حزن سلام المجد يوم الفعايل، كم معركة فيها شربنا الفناجيل، من دون قاصر في جميع القبائل، كل يدوس الشر في ساعة الميل، وسلامتكم. والله يبيض وجه ربعنا على هالصرح الطيب اللي نومسنا كلنا. عندي ابيات بهالمناسبه اقول: اليا تسلى خاطري يجلى على البال الهموم، ويضيف لي قدره ورغبه والسعاده فوله، واشهر مثل ما يشهر اهل الطاله كبار العزوم، وافخر بنوماس الجبيله والفعوله، المذنة الله يجدين الصواب ونكسب خيار القسوم، حتى نقدر كل طيب فالزمن ونجمله، فالموقع اللي مثلي ما بين بحره والجموم، يشرف عليها اهل المواقف كاسبين المرقلة، وفالموقع اللي مثلي ما بين بحره والجموم، يشرف عليها اهل المواقف كاسبين المرقلة، فعلا حموها اهل الكرم والجود قاضينا اللزوم، يكفيك مرقاب القبيلة والاسم رجله، الطيب كايد ما يبلى كايد، وحضر يقوم يتعب وراه اللي ما يبي يلحق مداه وياصل، وبالموقع اللي معتلي ما بين بحره والجموم، يشرف عليها اهل المواقف كاسبين المرجلة، فعلا حموها اهل الكرم والجود قاضينا اللزوم، يكفيك مرقاب القبيلة والاسم رجله، الطيب كايد ما يبلى كايد، وحضر يقوم يتعب وراه اللي يبى يلحق نداه وياصله، وعلى العموم الله يجمل حالكم، على العموم قدمتم من الفعل يا روس المطالي قزله، سلامتك. اصحاب المحل وعلى راسهم الاخ عبد الهادي على دعوتهم الكريمه، وانتم يا الذايب نروح فيها، والمكان اللي نلتقي فيكم والله اننا نحبه ونحب الديرة اللي انتم منها، ومعرفتنا فيكم ليست وريدة الليلة، ولكن هذه حياة وعمر، وثمرة الحياة عندما يعيش الإنسان عيشة أخوة مع من حوله من الآخرين والرجال الكرماء. يا الذايب المناسبة الليلة كبيرة والمقام أكبر من المقال، ولكن يطيب لي أن أشارك بقصيدة لابن عمي الشاعر والعقيد فهد بن وران السمي، مدير شرطة النعيرية سابقا رحمة الله عليه، تسليمة معزة وتقدير وجيرة وحق الجار عندي علاوي، سلام نحلة من حليب المصاغير، لربعت عشبطنا فن زاوي، يلا دروك مخرقين الطوابير، وزبنا التخيل المستجير الجلاوي، مركاذكم
ايدن العكفة الدناقير وسم حلقر اللي للهرايس شفاوي وسم حلقر اللي للهرايس شفاوي فوق المهار ملأ فوق المهار ملافظات النواغير اللي سفير الموت معها نمخاوي نعمل جنب نمغرزات المواخير وستر البنات معذبات الهواوي عذروبكم وندندن الطبل تزير صلفي الروس وتخلفون لها قاوي واكثر صرفكم عند تال المظاهير يوم الجمل درهم بضلة مضاوي وانجن هار فيه شر بلا خير وعمهوج ظلة الجماج ميعاوي ترون حد مصقلات البواتير وسعيد القنا اللي مال جرحه مداوي ويلا ويلا عسى دار الرواعين يا عمير بغيث من الرحمة مغيث هناوي شمعة عرب وشيوخ وأحلامهم غير عسالهم في عروة الله عراوي يا مبدر حل العسر بتي أسير تجعل الفيحان بن تركي نجاوي بسطرها كفة وعدت على خير ولا تراها من كبار البلاوي أمير يستاهل يا قلت يا مير ومارته ما جت بدفع الرشاوي ومير ناشم في خيابه وتقصير غمن على ربعه ونفعه ملاوي ولولا جناح الطير ما رفرف الطير والجسم ما يعتز والرأس خاوي ما قلتها حبا بجمع الدنانير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا نشكر الجميع على الغربية كلهم وعلى كرامتهم وعلى ضيافتهم لنا واستقبالهم وعلومهم الطيبة اللي هم مسوينها كل هذا الغربية والضيفة لهذا الغربية كلهم اللي هم مضيفين واللي هم ما نخص حدا من أحد بالضيفة والله يكثر خيركم ويغنيكم ويوفقكم توفيق مبارك وندعيكم إن شاء الله في المنطقة العطية تعطونا موعد إن شاء الله عن قريب في وقت مناسب لكم لكرامة للجميع وعليكم عزيمة وتحية والله يوفق الجميع توفيق مبارك وطلب الموافقة من الجميع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا صراحة الليلة كأننا صاعدين فرحنا بمقاولتكم الله يسعدكم وما جاءتنا للقبيلة اللي بعضهم يمكن هو مرح ما شفناها إلا الليلة وفي ناس بصراحة نتمنى أن نجيناهم في محلهم وزرناهم وكفانا عنهم ولكن قبلناهم الليلة اللي هو اللواء ذياب دايب الصحاك ونعم رجل في خير شرعه من يسمع ولا علينا حد اي والله استاهل اسمع والليلة والله إنها سعدة بمقابلة القبيلة كلها ومن معها من القبائل سواء من القوم وغير القوم وحنا لو ودنا نعزمكم ودنا نكرمكم مثل ما كرمتونا وبسامر قناد أم القناد الليل والإسهاب وبسامر قناد أم القناد تسري الشاعر لو إنه في مكانه ما سارها الشاعر أحيانا الأبواب وسربة أفكاره وبواد يعيش في عالم غريب يا ضلاله ما طارها بالعقل راحت نار شعار المديح إلى رمات شعبت ناري من زناد الذكر والسارية سارها أصهل وهز قلوب خلق الله وهز الجماد والداري يعلم هذاك اللي يسوي ما دارها من باب توكيد الكلام وباب رد عن انتقاد وقفت ميقاف يبشرهم بردادة البرا من دون ربعي نحتمل ميقاف واشتد العناد آقف قوه قطيب من دون ربعي نحتمل ميقاف واشتد العناد آقف ورد اللي يسايمي على الماقف ورا أنا وريث الميت وردان على وسق الشتات آخذ اسمه للمدح والإجلال والشكر جهرة بني نايب ألو لهم في ساحة الطالة أبلات وسنو تبدأ السماء وهم على تبدأ أنترى بني نايب ألو لهم في ساحة الطالة أبلات توسد وتفد السماء وهم على تبدأ أنت راح أبويت البكر الطفاح أما خراطي بس أنا في يوم نتلحق ونتبرك عزايمهم
جارة أفعولها أفعول بني على مطرفها تعلم واستفاد مدارس بعيد بشهرة ولا شعرة أشعارة طاريهم يخليني أبعد عن حدود الاعتقاد هذا وهو غير طاريهم يا منه طارهم سلامتك إنسانك ويب الله وجهك الله يعطيك العافية. تقدمت بعزيمة للشيخ صقر بن صين وربع جماعته كلهم الذيبة وهذا شرف كبير لي أنا أتكلم باسم قبيلة القومس هم المنايا عيال عمي وحزامي وتاج راسي والشيخ ما قصر عطاني موعد لكنه كان فيه بعض الغلط حبينا نصحح الموعد الموعد راح يكون إن شاء الله يوم 7/7 يوم جمعة ليلة السبت والمناسبة راح تكون إن شاء الله في مخطط بن عبود في بحرة وراح نرسل لكم إن شاء الله الموقع على الجروبات حقة الذيبة وراح نرسل إن شاء الله في سناب الرويبح وسناب ماهر الذيابي وسنابات الذيبة كلها بإذن الله. حكمها حكمة
البايض والنذيلة والحمية واجبة واللي تركها للمهونة والحمية واجبة واللي تركها للمهونة ادوا الفنجال لاصحاب الشجاعة والرفونة ما يعرف الا بشر بعزك ويعدل كل ميلة والنشامة كل ما جاله مجال مجدونه والنشامة كل ما جاله مجال المقام وفي الكلام الياقد احزن ذا الفتيلة ما تخطر الرجال للشكالة يحسبونه كلنا نواف في المقاف خيال الكحيلة والضيوف ضيوفنا والقصر ثبت راركونه والشباب اللي ما ينهجنا جنايف عزتيلة من يظن بخير في شرواه ما خاب الظنونه من يظن بخير في شرواه ما خاب ظنونا من عموق الطيب والطلات وبيوت ضليلة دامت افراح عسى الله يحفظه والله يصونه والتناصح والتواصل لا حد يخلي سبيله والوفا سلم الرجال اهل الوفا ما يرخصونه لا يعرف العز من يرضى المهون